قولنا ازاي ايه النظام الغذائي اللي ممكن نقوي بيه مناعتنا؟ مبدئيا كده احنا لو بصينا على البروتوكول اللي المفروض يتحط، المفروض ان احنا بناخده كاصحاء للوقايه من فيروس كورونا، هنلاقي اهم عنصرين فيهم هو فيتامين سي والزنك. طيب اوكي، انا دلوقتي محتاجه قد ايه منهم؟ طبعا للبروتوكول انا محتاجه 1000 مللي جرام من الفيتامين سي، ومحتاجه 50 مللي جرام من الزنك. طيب دول موجودين في ايه في اكلنا؟ موجودين في حاجات كتير قوي، زي مثلا فيتامين سي موجود في اول حاجه، دي اشهر حاجه اللي هي الحمضيات، البرتقال اليوستفندي، الليمون، كل دي موجود فيها فيتامين سي، بس دي اشهر نوع. طب ليه بقول اشهر نوع؟ ليه ما قلتش اكتر نوع فيه فيتامين سي؟ لان في نوع تاني الناس مش عارفاه، ومع انه متوفر يعني عادي جدا ومهم جدا، وفي ضعف الكميه اللي موجوده من فيتامين سي اللي موجوده في الحمضيات، ضعفها. لا يا ريت، فلفل الالوان. فلفل الالوان، فلفل الالوان ده طعمه بيبقى لذيذ جدا، ويعتبر مسكر اصلا، مش حاجه مثلا الناس تجزع منها او حاجه ما بتحبش تاكلها، ولو اتحط على اي سلطه بيبقى الموضوع حلو جدا، وفي ضعف الكميه اللي موجوده في الليمون وفي البرتقال وفي اليوستفندي وكل الحاجات دي. حضرتك قلت يعني حاجه يعني ممكن تكون يعني ناس كتير جدا مش عارفاها، مهمه جدا. الفلفل بيكون في يعني في بيوت كتيره جدا بس ما يعرفوش بستخدمه كمته. وممكن ما كمان بستخدمه بشكل تزييني عشان الوانه وكده، ممكن استخدمه بشكل تزييني، لكن محدش كان يعرف ان هو في ضعف الكميه اللي من فيتامين سي اللي موجوده في البرتقال واليوستفانزي والليمون، ان انا ببقى بجري عليهم علشان اخد منهم فيتامين سي. طيب كمان في اللي هو السبانخ والبروكلي، في معلومه مهمه عنهم جدا، غير ان هم غنيين بفيتامين سي وانتي اوكسيدنت، حاجات مضادات للاكسده، ان هم كل ما بيتسووا على النار اكتر كل ما بيفقدوا قيمتهم الغذائيه اكتر. فالحاجات دي على قد ما ببقى عايزه اخدها علشان اخد منها فيتامين سي، على قد ما ببقى عايزه اخدها زي ما هي، زي ما هي، بمعنى ان هي ازرو كده، زي ما هي جايه من الارض، زي ما هي مزروعه باخدها، يا اما باقلل نسبه تسويه، لكن ما بقاش بسويها كتير، لان هي زي ما قلنا كل ما بتتسوى كل ما بتفقد قيمتها الغذائيه. طيب انت اتكلمتي عن الحاجات اللي فيها فيتامين سي، تمام، وعرفناها مع بعض. الزنك بقى، الزنك بقى موجود في اللحوم، اللحوم الحمراء بالذات، موجود في منتجات الالبان بشكل كبير جدا جدا جدا، طبعا موجود في الاسماك، كل دي عناصر غنيه جدا باللحوم بالزنك. بس الفكره ان انا ما اقدرش اعتمد بقى الفتره دي على ده، على الاغذيه بس، لان انا الكميه اللي بحصل عليها من الفيتامين سي او من الزنك بتبقى اقل من اللي انا محتاجاها في البروتوكول. احنا قلنا في البروتوكول محتاجه 1000 مللي جرام زنك، فيتامين سي اسفة، و50 مللي جرام زنك. الاكل مش هيقدر يوفر لي ده يوميا، فبالتالي ان انا باخد السبلمنتس اللي هي المكملات الغذائيه من الفيتامين سي دي يوميا، زائد الاكل الطبيعي، انا كده بقوي مناعتي بشكل سليم جدا جدا.